اليوم كانت جلسة هادئة جدا، يعني كان يعني مرافعة بصرف النظر على اختلافي مع الزميلة المحترمة في المضمون، كانت مرافعة يعني معقولة وجيدة. غير هو كان وقع واحد الخلط غريب، وقع خلطوا كل شيء في التجارة بالبشر، وهذا يعني عندنا ما ضافش الملف ديالهم مزيان، لان راه كاين اللي عنده متابعه ديال الاغتصاب، كاين اللي عنده متابعه ديال التحرش، بحال المراه الحامل اللي كاينه في الملف اللي هي معروفه، راه ما عندهاش التجار بالبشر، راه المرافعات كلهم شافوا في التجار بالبشر، وهذا يعني ان الناس راه ما ضافش الملف. المهم يعني الجمعه المقبله كاين المرافعه ديال زهير والمرافعه ديال النيابه العامه، من بعد غندوزو المرافعات الاخرى، وكنكونوا مطمئنين كاين هادشي كاع اللي تقال كاين باش نوجهوه بطريقه قانونيه وبطريقه واقعيه طريقة يعني علمية، ما نكونوا هانين.